مجموعة الأشواط في سباق هذا اليوم، شوط ما قبل الأخير، وهذا الشوط يحمل في كشوفاته خاصة بالقعدان الحقايج. المسافة هي كما تعلمون 4 كيلومترات نسير، والجوائز اليوم جوائز سيارات ما شاء الله، بالإضافة إلى الزعفران النقي. نسير بهذه الأسماء في طريقنا كنقترب من مقدمة هذا الشوط، كنشاهد هذه الشعرات، شعرات أبناء الغبايل الذي وصلوا من كل فج عميق كيشاركون هذه الفرحة وهذا المهرجان القالي على قلوبنا جميعا. نسير في هذه الأسماء، نسير مع المركز الأول، نسير مع السيطرة الأولى، نسير إلى المركز الأول، نلحق بركب المقدمة. ما شاء الله تبارك الله على المركز الأول، وصلنا في هذه اللحظات إلى مقدمة هذا الشوط مع المركز الأول. الآن موجود في المركز الأول، مضمون في مقدمة هذا الشوط، ولكن القدوم على مضمون من قبل مهدي للسيد سالم بن مبارك بن سالم الزرعي بمقدمة هذا الشوط. ننتقل الآن مع المركز الثاني، الوصول مع المركز الثاني من قبل اللي وصل هملول السيد منصور بن صالح بن عبد الله بن حبتور العامري. ننتقل الآن مع المركز الثالث، وصل في هذه اللحظات قد المركز الثالث الآن اللي هو خطاف للسيد ناصر بن سباح بن مصبح الكندي. ننتقل الآن مع المركز الرابع، الوصول قوي مع المركز الرابع من قبل مزعل السيد محمد بن عبد الله بن عيد المنصوري مع المركز الرابع. والمركز الخامس نشاهد القدوم من قبل اللي واصل في هذه اللحظات، وصل الآن الوصول من قبل قادم الضاحي للسيد أحمد بن مذكر بن مسفر القرشي. هذه نتيجتنا، ولكن نعود إلى مقدمة الشوط. الله 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 اللي مسيطر بالمركز الأول، مهدي بمقدمة هذا الشوط، ولكن الغدوم من قبل هملول السيد منصور بن صالح بن عبد الله بن حبتور العامري بدا يتربع قل على قائمة هذا الشوط. بينما المركز الثاني، الله 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 يا المركز الثاني، مهدي للسيد سالم بن مبارك بن سالم الزرعي. واشوف اللي وصل في هذه اللحظات، وصل مصدع للسيد مبارك بن جابر بن محمد المنصوري اللي ضم لنا في هذه اللحظات. والمركز الرابع، الله الله الله، المركز الرابع اللي واصل الصناحي للسيد أحمد بن مذكر بن مسفر القرشي. ولكن الغدوم، شوف اللي فاجانا في اللحظات الأخيرة، بدأ يغير عناد. الله يا عناد للسيد سالم بن راشد بن مسلم العمري، غير موازين الشوط، بدأ يسيطر. دخلنا في الكيلو المتر الأخير، بانت السيارة، بان الزعفران، ولكن يا سلام اللي انطلق شوف اللي انطلق في هذه الحبات، عناد في مقدمة هذا الشوط، ومصدع هذا المركز الأول، مصدع للسيد مبارك بن جابر بن محمد المنصوري. سلام يا المنصوري، مع مصدع اللي بدأ يبدع مصدع بالمركز الأول، مصدع للسيد مبارك بن جابر بن محمد المنصوري. السلام يغادر إلى الوثبة، سلام وثباوي، سلام لهذه العروض اللي قدمها مصدع بهذا الشوط، فاز بالزعفران. سلام يا شحيمي للسيد اللي هو مصدع للسيد مبارك بن جابر بن محمد المنصوري، بدأ يبدع يفوز. سلام يا راعي وبراد، سلام بالفعل بدأ يرقص على ساحة الميدان. راعي وبراد لحظات الوصول إلى خط النهاية، معلن الفوز والناموس للسيد مبارك بن جابر بن محمد المنصوري. السلام وثباوي صباحي، لحظات الوصول المركز الثاني متابعينا الأعزاء، اللي هو المركز الثاني
للحامل رقم 18 احتل المركز الثاني عناد السيد سالم بن راشد بن مسلم العمري. المركز الثالث اتانا في اللحظات الاخيره متابعينا الاعزاء سلاب للسيد عويد بن ناصر الهاجري. والمركز الرابع وصل فيه الان شاهين للسيد محمد بن سالم بسعيد الوهيبي. المركز الخامس وصل في المركز الخامس متابعينا الاعزاء اللي هو النشمي للسيد خالد بسيف بن فهد آل سيف الخيارين. توقيت الزمني توقيت مصدع قطع المسافه في 5 دقائق 50 ثانية 4 أجزاء من الثانيه. نهني مبارك بن جابر بن محمد المنصوري على فوز مصدع وحصوله على السياره. وصل في المركز الثاني عناد للسيد سالم بن راشد بن مسلم العمري. سجل 5 دقائق 54 ثانية 4 أجزاء من الثانية. المركز الثالث متابعينا الأعزاء اللي هو سلاب للسيد عويد بن ناصر بن قريان الهاجري. سجل توقيت زمني وقدره 5 دقائق و55 ثانية وجزئين من الثانية. تهانينا إلى جميع الفائزين والناموس. بسم الله الرحمن